أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. آثار العصور القديمة في اليمن مهددة بالتدمير. صحيفة فرنسية تتحدث عن الخبر السار الوحيد في اليمن الذي ينتظره المتمردون والموالون. رسمة واحدة يطلبها المعلمون من طلاب حاربوا في صفوف الميليشيا. وأخيراً قاض فرنسي يغير اسم طفل من أجل مصلحته. أهلا بكم. قال موقع ساينز إن الحرب في اليمن تهاجم المواقع القديمة وتدمر سجلها الأثري. وبحسب تقرير ساينز الذي ترجمه الموقع بوست، فإن اليمن يشهد جبهة جديدة في تدمير التراث الأثري في الشرق الأوسط، وامتد الهجوم على العصور القديمة إلى اليمن الذي يحوي كنزا أثريا ساهم الصراع بشكل كبير في تدميره. وذكرت المجلة أن اليمن تعاني اليوم من الحرب الأهلية والمتطرفين الإسلاميين الذين قاموا بحملة ضد الإلحاد بتدمير مساجد قديمة في مدينة عدن وعدد من الأضرحة ذات القباب في محافظة حضرموت. ويقول الباحثون في اجتماع عقد الأسبوع الماضي في المؤتمر الدولي لعلم الآثار في الشرق الأدنى القديم، إن اليمن تعرضت لخسائر كبيرة في تراثها الثقافي دون أن يلاحظ ذلك العالم الأوسع، ولم يشعر بتلك الخسارة سوى علماء الآثار. وعلى الرغم من أن البلاد كانت أقل دراسة بكثير من بلاد ما بين النهرين، إلا أنها لعبت دورا حاسما في صعود الإمبراطوريات والاقتصادات في المنطقة ابتداء من حوالي 1000 عام قبل الميلاد. من جانبها قالت عالمة الأثار سارة جاب معهد الأثار الألماني في برلين، يبدو أن الدمار للمواقع الأثرية كان متعمدا من قبل التحالف الذي تقوده السعودية. وأضافت جاب التي كانت تقيم في صنعاء قبل الحرب، تم إعطاء السعوديين معلومات حول مواقع التراث الثقافي المهمة بما في ذلك الإحداثات الدقيقة، وكانت تهدف اليونسكو خلال ذلك إلى حماية المواقع، ولكننا نخشى أن تكون البيانات قد استخدمت للاستهداف. لا يوجد سبب يدعو إلى القول بأن كل هذه التفجيرات مجرد حوادث. كلما حزنت حقيبتي ذاهبا لتغطية قمة عربية، أذكر نفسي بجوهر مهنتي وأقول لها أن مهمتي هي البحث عن الأخبار ومحاولة القراءة بين سطورها وليس إطلاق البكائيات وتدبيج الرثاءات. هكذا بدأ غسان شربل مقاله المنشور في الشرق الأوسط. الحقيقة هي أننا استهلكنا كل قواميس الأسف والتحسر والإحباط والخيبة، لكنني في النهاية صحفي عربي وترعبني الأرقام. بين كل قمة وأخرى أكتشف أن عدد المستوطنات الإسرائيلية قد تزايد، وأن عملية نهب أراضي الفلسطينيين تجري على قدم وساق. أكتشف أيضا أن عدد العرب المقيمين في مخيمات اللجوء يقدر بالملايين، وأن جيلاً جديداً يولد في ظل قسوتها ووحشتها، وأن عدد الأولاد العرب المحرومين من الدراسة يقدر بالملايين، وأن عواصم جديدة تزداد تصدعاً وباتت تدار من قبل المكونات غير العربية في الإقليم، وأن حشداً من العاطلين عن العمل انضم إلى اللائحة الطويلة، وأن الفقر يترسخ، وأن الأفكار المضيئة تجد صعوبة بالغة في شق طريقها وسط الظلام الدامس، وأن جثثا عربية تأكلها أسماك البحار بعدما سقطت من قوارب الموت الهاربة من أكثر من جحيم، وأن المكونات الأخرى تتسابق على تقاسم النفوذ على الأرض العربية كأن صاحب الأرض أسلم أنفاسه أو يكاد، وأن هذه المكونات تؤسس على الأرض العربية مصانع للميليشيات وتنتج بحذاقة وغزارة. ولطالما فكرت وأنا أتابع القمم بكتابة مقال بعنوان يا للهول، ثم صرفت النظر لقناعتي أن الوضع العربي أشد هولا من العنوان. أكتب ذلك كصحفي عربي أخذته المهنة إلى قمم كثيرة. وبالمناسبة، هل يعتبر المرء وقحا إذا كان لا يزال يقول أنا عربي؟ وهل علينا أن نتنازل عن الروح والرداءة معا ونتصرف كشعوب تائهة ضائعة بين المكائد والتدخلات؟
ولماذا يستضعف المكون العربي في الشرق الأوسط إلى هذا الحد؟ ولماذا لا يحق لنا أن نحصل على الحد الأدنى الذي تعطيه لنا المواثيق الدولية والأعراف وحقائق التاريخ؟ الحد الأدنى وهو أن يكون العراق للعراقيين، وسوريا للسوريين، ولبنان للبنانيين، واليمن لليمنيين، وليبيا للليبيين، وأن لا تستباح أراضي هذه الدول العربية من قوى الظلام أو الميليشيات الانقلابية أو الاجتياحات والوصايات الخارجية. يصف موقع عدن تايم حال المجندين الأطفال الذين تم إعادة تأهيلهم بعد أن التحقوا بصفوف ميليشيا الحوثي أنهم يعيشون كما هو حال سابقيهم من الأطفال الذين جندتهم ميليشيات الحوثي، حالات شرود ذهني وانطواء ناجم عن تعرضهم لصدمات شديدة جراء الزج بهم في جبهات القتال. وأضاف الموقع: التحق 26 طفلا جندتهم ميليشيات الحوثي في الدورة الثالثة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن، وتعكس صور الأطفال في أولى أيام دورة إعادة تأهيلهم نفسيا واجتماعيا والتي بدأت السبت بمدينة مارب حالة شرود ذهني من جراء الصدمات الشديدة التي تعرضوا لها بعد أن زجت بهم الميليشيات في جبهات القتال دون أي اعتبار لسنهم أو مراعاة لأخلاق وأعراف وقيم الدين أو القوانين الدولية، ليجدوا أنفسهم فجأة بين الرصاص والقذائف والجثث والأشلاء. ويطلب المختصون النفسيون والاجتماعيون في دورة إعادة التأهيل من هؤلاء الأطفال في الأيام الأولى رسم مواقعهم في جبهة القتال للتعبير عن الانتهاك الذي تعرضوا له ومدى التأثر الذي أصبح عالقا في ذاكرتهم الصغيرة. وأعاد المشروع خلال 4 مراحل من تدشينه تأهيل 161 طفلا مجندا من مختلف محافظات اليمن حتى الآن، ضمن خطة تستهدف 2000 طفل يمني جندتهم ميليشيات الحوثي واستخدمتهم أدوات حرب ودروع. الإرهاب في البحث عن إجابات ثقافية، تحت هذا العنوان كتب مدى الفاتح مقاله في القدس العربي مضيفا في أجزاء من المقال: كان هناك سؤال واقعي يفرض نفسه وينتظر الإجابة، ما هو الشيء الذي يقود الشباب المسلم للدخول في دوامات العنف والإرهاب؟ الإجابة السهلة السابقة كانت تقول إن السبب هو حالة اليأس والفقر والإحباط، وإن هؤلاء الشباب الذين يجدون أنفسهم بلا مستقبل أو خارج منظومة التعليم سيبحثون عن أنفسهم من خلال الانخراط في هذه الجماعات التي يمكنها أن تحولهم بسهولة إلى أبطال أو تنقلهم إلى الحياة الآخرة برتبة شهيد. لكن الأحداث التي مرت على العالم الإسلامي خلال العقدين الأخيرين أوضحت بجلاء أن الأمر ليس بهذه البساطة. قد يكون هذا المنطق صحيحاً في بعض الحالات، خاصة بالنسبة لمنفذي الاعتداءات الإرهابية في الغرب الذين يكونون في معظمهم من الداخلين حديثاً في الإسلام، ومن أولئك الذين لا يحملون أي فهم عميق له أو يكونون نتاجاً لهامش المدن الغربية. لكن الأمر يختلف بالنسبة لمعتنقي المذاهب الجهادية في العالمين العربي والإسلامي، حيث يكون كثير منهم من دول غنية ومتمتعين بثروة شخصية أو حاصلين على تعليم عال جدا، بل وفي كثير من الأحيان تعليم غير تقليدي أو غير شرعي، بمعنى أنه من خارج نطاق الكليات والمعاهد التي تتهم بتخريج وتفريغ متطرفين. كل ذلك أعاد الاهتمام للحقول المعنية بدراسات المشرق الإسلامي في العالم الغربي، وهو تخصص ظل بشكل أو بآخر موجودا في بعض الكليات والمعاهد منذ عدة قرون. هذا الاهتمام هو أمر جيد ولا شك إذا كانت هذه الدراسات تهدف بشكل جاد للتقريب بين الأفكار، أما إذا كانت تهدف كما هو حال أغلبها اليوم للأسف لإثبات تهم الإرهاب على أتباع دين أو مذهب معين أو لتقديم عقيدة مختلفة لا وجود لها إلا في أذهان بعض الباحثين باعتبار أنها هي النسخة الأصلية للإسلام التي يجب اتباعها، حينها يكون الطريق طويلاً أمامنا للوصول إلى الحقيقة التي ينشدها الجميع. إلى موقع عدن الغد والذي أورد خبراً من محافظة حضرموت وتحديداً من المكلا، وعنوان الموقع: النخبة الحضرمية تحاول تفريق تظاهرة لنسوة طالبن بإطلاق سراح معتقلين. قال الموقع:
نظمت بحضرموت وقفة احتجاجية لأهالي المعتقلين والمخفيين قسرا في سجون الإمارات. يضيف عدن الغد نفذت الوقفة الاحتجاجية أمام نيابة ومحكمة المكلا بمشاركة جموع من المواطنين للوقوف مع إخوانهم المعتقلين والتنديد بإيقاف الإفراج عمن أمرت النيابة والمحكمة المتخصصة من قبل بالإفراج عنهم. وقالت إحدى زوجات المعتقلين أن احتجاجنا كان بطولي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث سطرت أروع سطور أو صور الصبر والتحمل، فقد حضر للوقفة جموع غفيرة من النساء ووقفنا أمام بوابة المحكمة وحاول جنود من قوات النخبة تفريق المشاركات في الوقفة الاحتجاجية. أوردت صحيفة يمنية نموذجا حول الحرب من كابوس مرعب إلى بوابة للتحول وصناعة التغيير، وأشارت صحيفة الأيام إلى إمكانية الاستفادة من الدرس وعنونت إنشاء مدينة صناعية سورية متكاملة في مصر. وطبقا للأيام فقد استقبلت مصر العديد من السوريين في الفترة من 2012 حتى الآن، ونجح العديد منهم في إقامة المشروعات الاستثمارية، وسهلت لهم الحكومة كل السبل لبدء مشروعاتهم والعيش بسلام. ووفقا لوسائل الإعلام المصرية يقدر عدد رجال الأعمال السوريين الذين وصلوا مصر منذ اندلاع الحرب السورية بنحو 30% من أعداد المستثمرين الذين فروا من سوريا، حيث يستثمرون 800 مليون دولار. وأقام هؤلاء مشروعات في مصر وعلى رأسها المطاعم والمقاهي وورش الخياطة. ولذلك أعلنت وزارة الصناعة والتجارة المصرية إنشاء وحدة مختصة للتعامل مع رجال الأعمال السوريين، وكذلك وقع اتحاد الغرف التجارية المصرية ممثلة في غرفة القاهرة التجارية مذكرة تفاهم مع تجمع رجال الأعمال السوريين تستهدف إقامة استثمارات جديدة وتطوير العلاقات الاقتصادية وإقامة مشروعات استثمارية. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المنوعة، فابقوا معنا. لنمعن النظر قليلا. لا مستقبل يضيء في أعينهم. فالماضي يحاول صبغ حياتهم بالسواد. أردنا لهم الأمان والدواء والابتسامة. فكان البؤس والخوف والحرمان. انتزعهم الظلم وداهمتهم الحرب. وانقطع اللحن. الطفولة في زمن الميليشيا. أهلا بكم من جديد. قالت صحيفة الشرق الأوسط متحدثة عن الملف السياسي في اليمن وإمكانية الاعتماد عليه بالخروج من الحرب إن جريفيث يعتزم تقديم خطة لإحياء المفاوضات اليمنية خلال شهرين. وأوضح المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن مارتن جريفيث أنه سيقدم خلال شهرين خطة لإعادة إحياء المفاوضات لإنهاء الحرب في اليمن في هذا البلد، محذرا من أن الضربات الصاروخية على السعودية يمكن أن تعرقل هذه الجهود. وقال جريفيث في أول تقرير يرفعه إلى مجلس الأمن الدولي منذ تعيينه مبعوثا خاصا في فبراير: خطتي هي أن أقدم خلال شهرين إلى المجلس إطارا للمفاوضات. أشعر بالقلق نتيجة للصواريخ التي يتم إطلاقها من اليمن على السعودية، وهذا التصعيد يمكن أن يقضي على أي مفاوضات سلام. وأشار المبعوث الأممي إلى أن حل النزاع في اليمن لن يتم من دون اتفاق بين القادة ولا ضمانات لنجاح المفاوضات من دون الثقة وحسن النية.
إلى جولتنا بين الصحف والمواقع الفرنسية، حيث نطالع في صحيفة الإكسبريس الفرنسية والتي عنونت في إحدى موضوعاتها عن اليمن المنسي كما يسميه الإعلام الفرنسي، وعنونت الصحيفة: في اليمن انتصار كرة القدم على الحرب. يقول التقرير الذي ترجمته قناة بلقيس: بالنسبة لليمنيين الذين أنهكتهم الحرب لأكثر من 3 سنوات، فإن الأخبار السارة الوحيدة في الآونة الأخيرة تتعلق بكرة القدم. لقد تأهل منتخبهم الوطني لأول مرة لنهائيات كأس الأمم الأسيوية. تضيف الصحيفة: لقد أثارت هذه المعجزة حماس اليمنيين، سواء كانوا جنوبيين أو شماليين، موالين أو متمردين، أغنياء أو فقراء، في بلد متحمس لكرة القدم. انتزع اليمن تذكرته بهزيمة النيبال في 2 مارس بـ2-1. لم يفز اليمن على سبيل المثال بمباراة واحدة منذ مشاركته في كأس الخليج، وهي منافسة إقليمية لـ8 دول في شبه الجزيرة العربية بالإضافة إلى العراق. تتابع الصحيفة: توقفت البطولة الوطنية وتفككت الأندية، ومن المفارقات أنه ربما كانت الحرب هي التي سهلت تأهيل اليمن، ففريقه الوطني يقيم في قطر حيث يستفيد من الإشراف الجيد ومنشآت ذات جودة عالمية. ندوب الحرب الأولى في الشرق الأوسط: الحرية والازدهار معلقان. تحت هذا العنوان كتب أوجير روغان مقاله المترجم والمعاد نشره في صحيفة الحياة اللندنية، وقال الكاتب: على الرغم أن البريطانيين والفرنسيين أرسوا نظاما إقليميا متينا وثابتا صمدت حدوده طوال قرن كامل، فإنهم تركوا مشكلات وطنية معقدة ومعلقة أدت إلى خلخلة منطقة الشرق الأوسط واضطرابها. فهذه الحدود لم يحل رسوخها دون انفجار نزاعات كثيرة هي من ذيولها، أبرزها النزاع الفلسطيني. ومنذ ولادة لبنان زرعت بذور الخلافات بين الجماعات الدينية في التربة الداخلية، وربما لم يخلق التاريخ جروحا وندوبا في بلد مقدار ما خلف في العراق. فبعد حقبة قصيرة ومتفائلة في عهد نظام ملكي دام من 1921 إلى 1958، عجز العراقيون عن السيطرة على حلقة الثورات المفرغة والانقلابات العسكرية والحروب والديكتاتوريات. وفي 2014 افتتحت أوروبا دورة من الاحتفالات بالحرب العالمية الأولى، واستقبلت المئوية بالصمت بدلاً من إحياء ذكرى الانتصارات والهزائم. فالحرب الأولى منسية وتحمل على حرب تقاتل فيها الآخرون، على الرغم أن مسرحها هو بلاد الشرق الأوسط، والمقاتلون هم أهل هذه البلاد وكثير من القتلى. فالحرب ليست حربهم ولم يختاروها هم. وغداة قرن كامل على النزاع الدولي، لا يزال التحدي الإقليمي الكبير في وقت السلم، وهو تحفيز التنمية وتوفير فرص عمل لشباب لا ينفكون يتكاثرون متعثرين بكبوات ومعوقات ثقيلة. وما يحول دون اطلاع المنطقة بمعالجة تحدياتها هو طبقات متعاقبة من المشكلات السياسية والنزاعات الإقليمية المتراكمة التي ترجئ إلى غد مؤجل مشروع منطقة حرة ومزدهرة. فنزاعات اليمن وسوريا والعراق وليبيا، إلى اضطراب الأحوال في مصر وتونس ولبنان والأردن والجزائر، تحمل الجميع على التشاؤم بمستقبل هذه الجهة من العالم، فلا حل في الأفق القريب لأي من هذه البلدان. قرر قاض فرنسي تغيير اسم طفل ولد قبل أشهر مراعاة لمصلحته، بحسب ما أعلن مصدر قضائي. وعنونت صحيفة القدس العربية التي أوردت الخبر بين أخبارها المنوعة: قاض فرنسي يغير اسم طفل من جهاد إلى جاهد مراعاة لمصلحته. تضيف الصحيفة: ومع أن كلمة جهاد تعني في أصل الاستخدام اللغوي بذل الجهد والمشقة، إلا أنها صارت مرتبطة في الآونة الأخيرة بالقتال، حصرا وخصوصا العمليات التي ينفذها متشددون حول العالم. تتابع القدس العربي:
ولذا قرر القاضي في محكمة الشؤون العائلية في مدينة تولوز تغيير اسم الطفل إلى جاهد بعدما رفعت القضية إليه إثر اعتبار السلطات المحلية أن اسم جهاد قد يضر بمصلحته. وسبق أن رفعت بلدية مدينة نيس في نوفمبر الماضي قضية مماثلة إلى المحاكم لتغيير اسم طفل أطلق عليه والده اسم محمد واسم عائلته المراح تجنبا للتشابه مع اسم محمد المراح الذي نفذ عملية في مارس 2012 أودت بحياة 7 أشخاص في فرنسا. ومنذ العام 1993 يندر أن تتدخل السلطات لمنع اسم أو تغيير اسم. إليكم أكثر الصور التي تداولتها الصحافة الغربية أمس ويظهر فيها لقطات متنوعة، أهمها تلك التي تظهر البرلمان الأوروبي وقد كتب أعضاؤه عبارات تدعو إلى وقف الحرب في سوريا. نتابع هذه الصور. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.